في الحلقة دي هيكون معانا مجموعة مهارات رائعة وجميلة للنجم العالمي كريستيانو رونالدو، وهي مهارات بيستخدمها لمراوغة الخصم وإعطاء شكل جميل في الملعب أثناء تنفيذها، وهنتعلم المهارات دي مع بعض ونشرحها خطوة بخطوة. تابعونا بعد الانترو. السلام عليكم، معاكم احمد سيد وجينا لكم في فيديو جديد. النهارده هيكون معانا مجموعه مهارات للمدمر كريستيانو رونالدو، بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك، ولو انت جديد عندي تشترك في القناه وتفعل زر الاشعار ليصلك كل جديد. يلا بينا نبدا في الموضوع. واول مهاره معانا وهي مهاره ذا ستيب اوفر دبل تاب، وزي ما هنشوفها دلوقتي. وانت بتعمل مهاره الستيب اوفر، اقفز بقدمك الضعيفه واضغط عليها مع قدمك القويه مره اخرى. المهارة دي بتكون اكتر صعوبة على الخصم لانه بيتفاجئ بالحركة، وهي الاكثر فعالية في المباريات. عشان تتعلم الحركة دي هنعمل عدة خطوات. عشان تتعلمها بسهولة هتقوم بعمل خطوتين. اول خطوة هتقوم بعمل الستيب اوفر لمدة 10 مرات يوميا. تاني خطوة هتعمل دبل باس لمدة 10 مرات يوميا، وفي خلال ايام هتكون بتعرف تعمل. الثانية معانا وهي زاري كلمي، وزي ما هنشوفها دلوقتي. اثناء ما بتجيلك الكرة قم بتدوير نفسك لتغيير اتجاهك بسرعة مع جذب الخصم في خط متساوي، واسحب الكرة مرة اخرى بين قدمك. كريستيانو رونالدو بيستخدم المهارة دي لتدمير خصمه تماما والقضاء عليه في أي مكان في الملعب. الحركة دي جميلة جدا وتقدر تعمل لك شكل رائع في الملعب. كل اللي عليك انك تتبع الخطوات اللي احنا هنقولها دلوقتي وانت هتقدر تعملها بإذن الله. الخطوة الأولى هتسحبها بكعب رجلك زي ما انتم شايفين كده لمدة 5 دقايق يوميا، وفي الخطوة الثانية هتقوم بسحبها بأسفل القدم، وبعد كده هتدمج الخطوتين مع بعض. بس احترم خصمك وما تعملهاش اكتر من مره في الملعب. وتالت مهاره معانا وهي مهاره CR7 بودي فين، وزي ما هنشوفها دلوقتي. كل اللي عليك تعمله انك بتودي الخصم رايح جاي وانت واقف في مكانك، واول ما يقرب منك بتجري في عكس اتجاهه. وهي مهارة رائعة واستعراضية أكثر من اللزوم، بس محتاج منك مجهود كبير أوي لتعلمها قبل تنفيذها في المباريات. عشان نتعلمها نعملها في 3 خطوات. أول خطوة هنحاول إن احنا نسحبها ونوقفها بوجه القدم، تاني خطوة هنقوم بسحبها بين الأقدام رايح جاي، وتالت خطوة هنقوم بعمل فنت أو تمويه ونتمرن عليها لمدة 10 دقايق يوميا. المهارة الرابعة والأخيرة وهي مهارة ذا سول رول تشوب، وزي ما هنشوفها دلوقتي. لما تلاقي المدافع جنبك بتقوم بخداعه انك هتمر للأمام وتخطفها بكعب قدمك القوية أو الضعيفة على شكل خط عكس اتجاهه تماما. المهارة دي رائعة جدا وبتغير اتجاهك بسرعة في أي مكان في الملعب. التمرين بتاعها سهل جدا وتقدر تعمله لمدة 10 مرات يوميا. أهم حاجة يكون عندك تحكم في الكرة صح. وبكده يا شباب انتهت حلقتنا، نتمنى تنال اعجابكم. ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، واقراكم في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام.